وخلينا بقى نروح للفقرة التانية ونتكلم بإيه؟ نتكلم بالعقل. وفي هذه الفقرة احنا لا نهاجم أحد، أو مش في هذه الفقرة، احنا دايما ما بنهاجمش حد ولكن بنتكلم بالعقل. وخليني هنا أتكلم عن مخاطبة النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم المصري لإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب المقبل، خصوصا أن المعسكر القادم لمنتخبنا الوطني تحصيل حاصل زي ما حضراتكم عارفين، هنلعب أثيوبيا. يعني منتخب أثيوبيا منتخب قوي وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت منتخبنا حسم تأهله لكأس الأمم الإفريقية. هنلعب مباراة ودية وهنلعب مباراة أثيوبيا. طيب ليه الأهلي، عشان بس ما حدش يزايد في هذا الأمر كتير، ليه الأهلي طلب إعفاء لاعبي من المعسكر؟ أولا لأن هناك ضيق شديد في الوقت بين معسكر المنتخب ومباراة السوبر الإفريقي اللي هيلعبها النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة اللي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 15 سبتمبر. وبالعقل كده أحب أقول إن ده موقف ما فيهوش أي مجال للمزايدة خالص، علشان ما تلاقيش حد يطلع يزايد. ونرجع بس بالذاكرة ورا شوية، مش ورايا على طول، نرجع بالذاكرة ورا شوية ونفتكر لما منتخب مصر كان عنده نهائي كأس الأمم الإفريقية في 2021 والأهلي كان عنده كأس العالم. كابتن محمود الخطيب بدون تردد، احنا كنا ساعات بنتكلم، لكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدون تردد حسم هذا الموقف وقال منتخب مصر أولا. بالعقل، لما بنيجي نتكلم هنا مع جمهور الأهلي بنتكلم بالعقل والمنطق. فبالعقل دائما ما يحدث تنسيق ما بين الجهاز الفني للمنتخب وبعض اللاعبين بتحصل، يعني اللي بيلعب كرة قدم عارف هذا الكلام. بعض اللاعبين المحترفين بيقعدوا مع الجهاز الفني للمنتخب، يعني الجهاز ما يبقاش عايز يلعبهم المباراة اللي جاية. ليه؟ لأن الحاجة أو المباراة لا تقتضي وجودهم بسبب تعرضهم لضغط مباريات مثلا او ارتباطات مهمه مع انديتهم في اوروبا، وده هيحصل في المعسكر الجاي بالمناسبه. وعايز اقول لحضراتكم ان دي معلومه وليس توقع. طيب طالما ده بيحصل، ليه يكون في تعنت من مع لاعيبه النادي الاهلي اللي عندهم مباراه رسميه ببطوله قاريه؟ مباراة رسمية ببطولة قارية، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا يوم 15 مباراة رسمية هتكسبها هتاخد بطولة سوبر أفريقي. أتمنى إن الجهاز الفني للمنتخب يكون شايف الوضع ويبص للي حصل في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، كأس العالم للأندية يعني، لأنه الجهاز الفني لمنتخب مصر أعقل. أنا شايف إن الجهاز الفني للمنتخب بوجود فيتوريا أعقل بكتير جدا من إنه يتعنت في مثل هذا الموقف. وبالمناسبة أكيد الكل فاكر مواقف النادي الأهلي اللي دايما كان بيبدي فيها مصلحة المنتخب وسط أصعب الظروف. إذن لابد أن يكون هناك تفاهم من اتحاد كرة القدم وجهاز المنتخب، ويجب أن يتم غلق باب المزايدات قبل ما تحصل بالمناسبة، لأنه الأهلي لم يتأخر إطلاقا عن منتخب مصر وعن اسم مصر. مش بس منتخب كرة القدم، ولكن كل منتخبات مصر في كل الألعاب قوامها الرئيسي النادي الأهلي. فالمفروض وبالعقل يكون لازم يكون في تفاهمات من الاتحاد والمنتخب، بما أنه معسكر، يعني خلينا اقول ايه بصيغه اخرى، غير مؤثر. وبالعكس يكون هناك دعم للاعيبه النادي الاهلي علشان يحققوا هذه البطوله. الحقيقه لو اي حاجه حصلت غير كده هتكون بالنسبه لي انا بعيده عن العقل والمنطق، وانا متوقع ان جهاز المنتخب هيكون متفهم لهذه الامور.
عارف حضرتك عزيزي المشاهد ايه اللي يثبت لك ان كلامي ده بالعقل فعلا؟ تصريحات احد اقدم اعضاء اتحاد كرة القدم واكثرهم خبرة، الحاج عامر حسين، اللي اتكلم النهارده في تصريحات اذاعية نقلتها المواقع على لسانه، وقال فيها نصا نصا: المسألة تعود الى وجهة نظر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر. وفيتوريا عقلاني جدا وواقعي وذكي، ويتعاون مع كل المدربين، واثق في قدرته مع مارسيل كولر المدرب النادي الاهلي على التواصل والتوصل لحلول لهذه الازمه. خاصه ان فيتوريا سبق له انهاء ازمه مشابهه مع نادي الزمالك. يمكن اخر جزء في كلام الحاج عامر حسين هو اعتراف واضح وبالعقل بالمناسبه، على لسان احد اهم اعضاء اتحاد كره القدم واحد اقدم اعضاء اتحاد كره القدم الحاج عامر حسين، على لسانه مش على لسان اسلام. فيتوريا حل مشكله اخرى قبل كده لنادي اخر، نادي الزمالك يعني. وانا هكتفي هنا باللي قاله الحاج عامر لغايه لما نشوف ما ستسفر عنه 48 ساعة القادمة.